بالراحة بالراحة يا معصي. اثبت عم تسوقي، اثبت لللينسس تسقط جوا عنيك وما نعرفش نطلعها. يا بوي كمال انا يا ربي، ومال اللينسز والبنسز والحاجات الفارغه دي؟ هي لو عينه بلعتها ممكن توقف في زورو يا دياستي. انا حاسس ان نفسي مكروش ومش عارف القط. اسكت انت يا بسن، ما انت كمان لو كنت مشيت على النصيحه صح ما كانش حالك يبقى كده. قلت لك تخلع اللينسز كل ليله قبل ما تنام وتبيتها في الغسول. اعمل ايه يا بياسطي؟ ما الغسول خلص قلت انقعها في ميه بملح لاجل ما تروح التغبيشه اللي عليها دي واعرف اشوف بيه. ميه وملح ليه؟ تكونش فاكرها سمكه؟ اللينسز دي مش هتتصلح غير لما تتحط في الغسول المخصوص بتاعها. ما انا وصيت الواد رفاعي يشتري لي علبه من الحجم العائلي وهو جاي من مصر. مش دي اللي منزلين عليها توستر هديه يا عم تسوجي؟ انا داري يا ولدي، اهو الواد دي له 3 ايام غطسان وما جبش، وكل ما كلمه يقول لي انا على اول البلد وجاي اهو. البلد بقت زحمة جواد يا اسطي، والنفر مننا بقى يحتاس لغاية ما يلاقي ركوبة تدخله من أول الكفر لحد داره. ما تشوف لهم حل يا دياستي. والله لو لقيت لها حل دي يا أبو التفاكير يبقى براه عليك. الدياستي ما يغلبش أصل، طول ما ربنا معاه وفتح له بسرعة الداونلود. بالك أنت يا عم دياستي، مصر دي فيها كل حاجة، ده أنا مسافة ما حطيت رجلي هناك كل طلبات الكفر جت في يدي. غسول العدسات بتاع عم تسوجي، وكريم تفتيح البشرة بتاع نحمده الهبلة، وعلبة الطباشير الطبي بتاعت الأستاذ غباشي. والله يا أستاذ غباشي أنا جايبالك من الصيدلية زي ما قلتلي. مش هي دي يا أخويا اللي كانت مكتوبة في الروشيت؟ وبعدين ما انت جايبها لي مفتفتة، أعمل بيها إيه دي؟ أرشها للعيال على الصبورة؟ دي غير علبة الغسول اللي بالشيء الفلاني واللي تكبس جد من نصها في السكة. ونسيتوا كريم نحمده اللي أخد له ضربة شمس قلبته إكسباير. مكسباير حلوة برضك يا عم دياستي، هي كانت عايزاها كده أصلا. ما انت تلاقيك كنت بتتصلمح وبتلف على التياتروهات. صرمحت إيه وتياتروهات إيه يا أستاذ غباشي؟ مشوار مصر ده ما خدش مني ساعة زمن، زي ولو كنت مستقضي كل حاجة. مترو الأنفاق اللي حداهم رابط الدنيا ببعضيها، ما تقولهم يا عم دياستي. هو فيه زي مترو الأنفاق دودة وبترمح في بطن الأرض يا ناس. يا ساتر يا رب. ما تخافش يا عم تسوقي، لو كان فيها خطر كانوا رشوها. خطر ايه؟ ما انتوا أصلكوا لا تعرفوا حاجة ولا شفتوا حاجة. ده أنا عشت فيه أيام وليالي. يا سلام، تدخل وكأنك داخل دارك بالضبط، تقعد وتأكل وتستحمى وتشرب كوباية شاي قدام التلفزيون، وينقلك من مكان لمكان كأنك راكب بساط الريح. يا سلام يا سلام، والله غمر يا مصر، وغالي على جنيه مترو الأنفاق يا بهسطي. كل المتع دي بجنيه واحد بس. يا بختهم أهل مصر دول، بيتفسحوا كل يوم في المترو وبيوصلوا لبيتهم وأشغالهم قوام فريرة مش زينا. ارفع راسك ارفعي، احنا مش اقل منيهم. من النهارده الدياستي مش هيهدلوا بال ولا هيغمض له جفن غير لما المتر يدخل فيك يا كفرة معجوة. التصوير اللي انتوا شايفينها دي هي الاصدار الاخير لصورة كفرة معجوة حسب تقرير الدودة القرش. خط المترو هيمشي كده 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 مرا بزريبة حمدان. والمترو هيقف عند زريبة حمدان ليه بقى ان شاء الله؟ هيبيت مع البهايم؟ سؤال وجيه يا غباش افندي، بس الجواب عند الدياستي جاهز ان شاء الله. المترو مش هيقف واصل لان زريبة حمدان هتتهد بامر الله. هنكمل من موقع زريبة حمدان سابقا لحد ما نوصل لهويس ابو حفيظة. هيعمل ايه المترو في الهويس يا دياستي؟ تكونش هتحمل ركاب؟ لا يا ناصحة، ما هو الهويس الاخر هيتردم. وحننتهي بقى ببرج حمام الشلباوي،
وطبعا هتطير الحمام وتهد البرج هو كمان، مش كده؟ لا مش كده يا فصيح، البرج هنعلق عليه مكرافونات الاذاعه الداخليه بتاعت المترو. وانت بقى ان شاء الله مين اللي صرح لك بالهدد والحفر اللي غربلت بيهم الكفر دول؟ ده مشروع الكفر القومي يا نشأة فندي، ولازما ولابد الكل يبقى حسيس ويضحي بالغالي والرخيص عشان المشروع ما يروحش فطيس ويطلع للنور. وهو فين النور بقى اللي في الأنفاق ده يا دياستي؟ قصدي ندخل في الضلمة. الشيطان الرجيم، الحمار ده بينهج منين يا دياستي؟ دي زمارة الباب يا عم تسوقي، واللي مش هيلحق يركب قبل الزمارة الباب حيرفصه. الله أكبر. وإيه الكراسي الصفرة دي كمان؟ هو إحنا قاعدين في عيادة الدكتور؟ انت قاعد دلوقتي في محطة متر الدياستي، يعني لازم يكون فيه كراسي انتظار. أبا وإيه اللي معلق التلفزيون بتاعك فوقك ده يا دياستي؟ ناوي تقلبها سيما ياك؟ ده تلفزيون المترو عشان تتسلوا على ما يوصل. صابونا دياستي لنعومة بشريتكم. انضفوا بقى يا كفر. شاي دياستي يعدل مزاجكم. كوباية واحدة مش كفاية. يا حلاوة يا ولاد، بس انتوا دياستي طلعوا في التلفزيون. ودلوقتي اتفضلوا عشان تجربوا القعدة جوا عربية المترو. ما تنفع يا عم الماسورة دي اللي انت قاطع بيها الطريق علشان نعدي؟ يوه انت لسه هتستنى يا غباش افندي على ما يرفع الماسورة. خطي يا راجل خطي. عندك عم تسوقي؟ رايح فين؟ فيه يا دياستي، انت مش قلت اتفضلوا؟ قلت اتفضلوا بالزوج، يعني تقطع تسكلة. طب خلي التذاكر دي للغريب مش له للكفر يا راجل. القريب قبل الغريب يا عم تسوقي، واللي أوله شرط آخره تسكرة. اقطع لهم يا بسنت. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. بقولك يا عم تسوقي، اديه تسكرة واحدة وانا هزق وراك. تواعر جاوة يا غباشة فندي، ما انتش واعيك للكاميرات اللي مرشقها في كل يمة. ده احنا ولا ستار اكاديمي يا راجل. الله ينور عليك يا عم تسوقي، واللي حيفكر انه يفط ولا ينط من فوق المصورة الكاميرا حتصوره والامن حيقفشه. هديني بقول لك اهو عندك يا نحمله، انت مدخلة ممنوعات. ممنوعات ايه يا دياست؟ دول شوية كيوي على كاكا على يوستافاندي اشتريناهم النهاردة الصبح من السوق. دي حاجاتك دي اللي زوم رحلة المترو. رحلة؟ طالعين القناطر اياك؟ هو ده التخلف بعينه. المترو ده مشروع حضاري، النهاردة كيوي وكاكا وبكرة بيتزا وكروازون. طيب عربية المترو بمستلزماتها وشفناها، فين بقى الانفاق اللي هتجري فيها؟ الصبر فضلوه عن العلم يا غباشة فندي. المرحلة دي بنسميها المرحلة التجريبية، يعني لما نجرب المترو بمجتملاته ونطمن عليه ونشوفه بيمشي قدامنا فوق الأرض نبقى نحفر تحت الأرض. ولا ايه يا رجالة؟ طب ما تجريه يا ابو العريف. تفكرها سهلة اياك، دي أرواح ناس يا غباشة فندي. لما تمم على جون الليلة ويقول لي ان كله تمام حبقى حركه من أول الخط عند دكان الدياستي لآخر حدود الكفر. وش معنى يعني يا دياستي خط المترو هيبدأ من عنديك؟ أبا مش هو صاحب المشروع وهو اللي هيعمله ويتعب عليه؟ لا يا بسن، أنا لا استغلالي ولا محتكر، أنا الكشك بتاعي هو الداون تاون بتاع كفر أبو عدوى. يعني إيه الداون تاون دي يا عم دياستي؟ التاون يعني البلد،
البلد اللي بتتلم كلتها عند الدياسطي عشان تشرب الشاي، والداون يعني الانفاق اللي تحت الارض. لا لا ما تقولش يا جود، ما تقولش. في ايه يا دياسطي؟ اني اتجرى له حاجه؟ نت بخير يا بسنت، بس المترو هو اللي بعافيه شويه. جون صدمني. ليه؟ هو قالك ايه؟ قال لي ان المترو مش هيشغل غير بالكهرباء. هو انت ما كنتش واعي يا دياسطي انه ما بيمشيش غير بالكهرباء؟ اوعى منين يا بسنت، انا كنت مفكر انه بيمشي بالبنزين ولا بيتجرب حمار ولا حتى بالزنبلك، انما كهرباء؟ اجيب له منين محطه كهرباء؟ هو عايز له محطه كهرباء؟ جون بيقول عايز له مولد خصوصي لوحديه. طب ما تبنيه يا دياسطي المولد ده، هو انت هتغلب؟ يا زريبة وحبنيها بسنت، بقول لك مولد كهرباء بتمولد يعني فولت عالي. طب سمنتك ده وربنا هيعلي مراتبك بإذن الله. خش نام يا بسنت، خش نامي. كله عشان الكفر. الرجالة تقعد على اليمين والحريم تقعد على الشمال لحين ما ننتهي من عمل عربيات للسيدات. وهو ان شاء الله المترو ده بقى هيتحرك كده لوحده ولا عاوز له سواق يا دياسطي؟ امال انا بعمل ايه يا باشا فندي؟ يا حلاوه يا ولاد، يا حلاوه يا ولاد، عم دياسطي سامعني. ده ساوند سيستم متجهز بيه مترو ابو عدوى. هو انت اللي هتسوق؟ هو انت معاك رخصه قياده مترو يا دياسطي؟ يا نشأة فندي، السواقه مش بالرخصه، وبعدين دياسطي اللي عمله وقال على راي المثل اللي مربي قرد عارف لعبه، لا مؤاخذه يا نشأة فندي. قرديه ولعبيه في الجبلايه احنا يوم. على بركه الله. استر يا رب، العربيه ما تحرهاش، كمان انه ماسكه هربه. شكله كده. هو انت مش موصل العربيه بمولد لوحده زي ما جون قال لك؟ اقطع يا بسنت، وانا اللي فكرتها هتسحب شويه كهربا زي اللي بتسحبهم بالتلاجة. وكمان سارق من طيار الكفر، اهلا وسهلا، دي قضيه لوحدها. الله يعوض عليك يا دياسطي. وكل يوم انت مكالب والطبع في الاخر غالب، بس انت واقفه له على هيفه